اجتاحت مؤخرا صور الفنانة الأمريكية نيكي ميناج مواقع التواصل الاجتماعي تحت العنوان الأبرز نيكي ميناج في مهرجانات جدة السعودية، مما أثار الجدل لدى الكثيرين، واختلفت المواقف والآراء حول حضورها إلى المملكة للمشاركة في هذه المهرجانات، بحيث تعد تلك الزيارة سابقة فريدة من نوعها لطبيعة المنطقة العربية عامة والمملكة بشكل خاص. ولمن لا يعرف الكثير عن نيكي ميناج ابقوا معنا. معلومات وأسرار لم تكن تعرفها عن المغنية نيكي ميناج. المعلومة الأولى، نيكي ميناج من مواليد 8 ديسمبر من العام 1983، أي أنها سوف تحتفل بعيد ميلادها 36 في نهاية العام 2019. نيكي ميناج حاصلة على لقب أعلى مغنية راب تحقيقا للمبيعات في التاريخ، وبثروة تتجاوز 70 مليون دولار. المعلومة الثانية، اسمها الحقيقي هو أونيكا تانيا ميراج، لكن المفاجأة هي أنها وعلى عكس بقية النجوم الذين استخدموا الأسماء المستعارة لم ترغب بتغيير اسمها وأكنيتها يوما ليصبح نيكي ميناج، وقد صرحت في العديد من المقابلات والمناسبات بأنها اضطرت للقيام بذلك كونها وقعت عقدها المهني الأول الذي تضمن تغيير كنيتها كشرط أساسي للتوقيع معها. وقد ذكرت بأنها عندما تتواجد بالقرب من أصدقائها المقربين فإنها تصر على أن ينادوها بنيكي ميراج. المعلومة الثالثة، تم طردها من العمل 15 مرة. بينما كانت تسعى جاهدة لدعم نفسها للوصول لحلمها كمغنية معروفة، اضطرت نيكي للعمل في عدة وظائف وشركات، بحيث إنها ذكرت بأنه تم طردها من إحدى تلك الشركات بعد أن لحقت بأحد العملاء إلى خارج المبنى ورمته أرضا طالبة منه أن يعيد إليها القلم خاصتها. ولأسباب مشابهة ومثيرة للجدل اعترفت بأن سلوكها في تلك الفترة تسبب في طردها من قبل أكثر من 15 شركة ووظيفة مختلفة. المعلومة الرابعة، كانت تخطط لتصبح ممثلة يوما ما. بعدما تخرجت ميناج من الثانوية العامة قررت اللحاق بحلمها الأول وهو ممارسة مهنة التمثيل، وبالفعل خاضت نيكي البعض من تجارب الأداء لعدة أفلام في عام 2001، لكن أداءها في التمثيل حينها لم يخولها المشاركة في أي من تلك الأفلام، وعندها قررت الاتجاه نحو عالم الغناء والموسيقى. المعلومة الخامسة، نيكي ميناج ومارلي مونرو. تعتبر نيكي من أشد المعجبين والمولعين بالممثلة العالمية مارلي مونرو، حيث إنها تقوم بجمع اللوحات المرسومة لها، بالإضافة إلى أنها تمتلك مجموعة نادرة جدا من تلك اللوحات وتحتفظ بصورها الفوتوغرافية النادرة كذلك. ومن شدة إعجابها بمارلين قامت بتأليف أغنية وسمتها على اسمها. ليس هذا فحسب، بل إنها صرحت بأنها تسعى لأن تلقب لاحقا بمارلي مونرو الهيب هوب. المعلومة السادسة، عاشت في مخيلتها الكثير من الشخصيات الوهمية. صرحت نيكي بأنها ومنذ الصغر كانت تختلق لنفسها شخصيات متعددة وتتقمصها للهروب من المشاكل العائلية وخلافات والديها المستمرة التي كانت تعاني منها خلال مراحل طفولتها. فأول شخصية ابتكرتها كانت تدعى كوكي، والثانية أسمتها هاراجوكو باربي، ومن ثم فيميل ويزي، نيكي لوينسكي، والعديد من الشخصيات الأخرى. المعلومة السابعة، تعرض منزلها للسرقة عام 2016. خسرت نيكي ميناج أثناء تلك الحادثة ما يعادل 200,000 دولار، وكان ذلك عبارة عن مجوهرات وحلي وممتلكات أخرى التي كانت متواجدة ضمن قصرها في مدينة لوس أنجلوس. لكن الغريب هو التخريب الوحشي المتعمد الذي تعرض له القصر بالإضافة للسرقة،
بحيث إن جميع الأثاث والأدوات تم قلبها ورميها في كل أرجاء المكان، وأشارت حينها السلطات بأن الفاعل قصد بذلك تصفية حسابات شخصية مع نيكي، كونه قام أيضا بتمزيق ملابسها إلى قطع صغيرة، وإلى الآن لم يتم القبض على من قام بذلك. المعلومة الثامنة، تمتلك وشما واحدا فقط. على خلاف العديد من مغني الراب وكما هو متعارف عليه، لم تقم نيكي سوى برسم وشم وحيد فقط على يدها اليسرى، بحيث نقشت بالأحرف الصينية عبارة تعني إن الله دوما معك. المعلومة التاسعة، لم تقم يوما باتباع حمية غذائية صارمة. صحيح أن نيكي تمتلك جسدا مصقولا وملفتا، إلا أن السبب كما تقول هي لا يعود لاتباعها حمية قاسية، بل على العكس فهي تعشق الشوكولاتة والأرز وأصابع الدجاج المقلية. المعلومة العاشرة، تبادلت القبل مع النجمة مادونا. أثناء احتفالها بعيد ميلادها 29، كانت ميناج تصور إحدى كليباتها الغنائية التي تعاونت فيه مع المغنية مادونا، وفي نهاية التصوير قام جميع المشاركين بإنتاج الفيديو بتهنئة الفنانة بيوم ميلادها، إلا أن مادونا توجهت نحوها وقامت بتقبيلها وسط دهشة الحاضرين، لتصرح نيكي بعدها بأنها شعرت بالصدمة وتجمدت في مكانها، وهي تظن بأن ذلك لم يكن سوى مجرد حلم قصير، لكن سرعان ما قامت بالتعبير عن سعادتها بتلك الحادثة عبر منصة تويتر، ولم تخفي عن جمهورها ما شعرت به، وعبرت عن مدى نعومة شفتي مادونا. المعلومة الحادية عشر، أنفقت 30,000 دولار لطلاء سيارتها باللون الزهري. في عام 2014 قامت ميناج بشراء سيارة رياضية من نوع لامبورغيني بتكلفة بلغت حوالي 400,000 دولار أمريكي، وكانت حينها السيارة باللون الأزرق، لتنشر بعدها بعدة أيام صورة للسيارة ذاتها مطلية باللون الزهري معلقة عليها لنجعلها زهرية. وبالفعل هذا ما قامت به حقا، فلقد أنفقت في سبيل حصولها على ذلك 30,000 دولار أمريكي. والجدير بالذكر هو أنها ليست السيارة الوردية الأولى لديها، فهي تملك أيضا كل من سيارتي رينج روفر وبنتلي وردية اللون. المعلومة الثانية عشر، دخلت التاريخ في مجال الموسيقى عام 2010. شهد هذا العام 2010 بالنسبة لميناج نجاحا غير مسبوق على مستوى العالم، لتصبح أول مغنية تملك 7 أغاني في آن معا في قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية في ذلك العام. المعلومة الثالثة عشر، تمت مقاضاتها من قبل مصفف شعرها. اتهمها مصفف شعرها تيرنس ديفيدسون بأنها قامت ببيع تصاميم لتسريحات الشعر من دون الرجوع إليه، وقام باللجوء للمحكمة لحل الخلاف بينهما، بحيث ردت ميناج على تلك الادعاءات بأنها بالفعل قامت بذلك، لكن تصاميمه لم تمتلك حينها أي حقوق ملكية، بالإضافة إلى أنها قامت بتسريب تصاميم مشابهة لها، وبذلك تكون لم تخالف أي قانون. المعلومة الرابعة عشر، دخولها إلى لجنة التحكيم في برنامج أمريكان آيدل حجز لها دورا في السينما. عندما كانت نيكي من ضمن أعضاء لجنة التحكيم لبرنامج أمريكان آيدل عام 2013، تم استدعاؤها لأداء دور جانبي في فيلم أدت بطولته النجمة كاميرون دياز يدعى بي The Other Woman، بالإضافة إلى أنها وقبل ذلك بعام واحد أدت من خلال صوتها شخصية في فيلم الأنيميشن الشهير آيس إيج، وعبرت عن أنها مستعدة لقبول أدوار تمثيلية أخرى في المستقبل. المعلومة الأخيرة، أعلنت عن جائزة قدرها 50,000 دولار لمن يجد دميتها المفقودة. من المعروف عن نيكي أنها دائما ما تسافر برفقة دماها المحشية بالقطن، لكن في إحدى رحلاتها الجوية إلى نيويورك قالت أنها فقدت دميتها القرد أثناء التنقل، وأعلنت حينها عن جائزة سخية قدرها 50,000 دولار أمريكي لكل من يجد هذه الدمية ويعيدها إليها. وبالفعل تم لاحقا العثور على الدمية
وإعادتها لنيكي. Thank you.